إذا قلت لكم إن الدين كله من أجل أن تتصل بالله عز وجل، لا أكون قد ابتعدت عن الحقيقة. إذا قلت لك إن العبادات كلها من أجل أن تتصل بالله عز وجل، لا أبتعد عن الحقيقة. إذا قلت لك إن تسخير السماوات والأرض لهذا الإنسان من أجل أن يعرف الله عز وجل ويتصل به فيسعد بهذا الاتصال، لا أكون قد بلغت، بل إن الاتصال هو غاية الغايات، بل هو حال أهل الجنة، غاية الغايات. إن كل ما شرعه الله عز وجل من عبادات ومن معاملات ومن تنظيمات من أجل أن تتفرغ لمعرفة الله وللاتصال به. رمضان من أجل أن تتصل به، الحج من أجل أن تتصل به، الزكاة من أجل أن تتصل به، الصلاة من أجل أن تتصل به. إن قلت لكم إن الاتصال بالله عز وجل غاية الغايات، فهذه حقيقة لا ريب فيها، بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أمرنا أن نكون ربانيين، فلان رباني، فلان شهواني. الرباني هو الإنسان الذي يسعى لحسن علاقة بالله عز وجل، لحسن اتصال به، لأن في الكون حقيقة واحدة، هذا الكون بمجراته، بكازاراته، بنجومه، بمذنباته، بكواكبه السيارة، بنجومه، بكواكبه، بأرضه، ببحاره، بأسماكه، بأطياره، بنباتاته، هذا الكون كله مستمد وجوده من الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن في الكون حقيقة واحدة وهي الله، وأي سلوك، أي فكر، أي اطلاع، أي تعلم يقربك من هذه الحقيقة فهو مشروع، وأي شيء يبعدك عن هذه الحقيقة فهو محرم. ليس في الكون إلا الله. الحقيقة الأولى والأخيرة هو الظاهر والباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقلت لكم في بدء الدرس لا أدري من أين أبدأ. المرتبة اليوم مرتبة الاتصال. الاتصال هو الدين، الاتصال هو سر وجودك في الأرض. الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، ورحمته بأن نتصل به. إنك إن اتصلت بمخلوق على شيء من الميزات، إنك إن اتصلت اتصال بصري بمنظر جميل تفعل، إنك إن اتصلت اتصال سمعي بنغم جميل تطرب، إنك إن اتصلت بحقيقة علمية اتصال فكري تستمتع. فكيف إذا اتصلت بالحقيقة الأولى والأخيرة، بسر الجمال في الكون، بسر القوة في الكون، بسر الحكمة، بسر الرحمة، بسر الغنى، بسر القدرة؟ الدين كله اتصال. الكون خلق من أجل أن تعرفه، وما معرفة الله عز وجل إلا وسيلة لغاية، الغاية أن تسعد بهذه المعرفة، أن تسعد بهذا القرب. لذلك منزلة الاتصال منزلة لها طعم خاص، لأنها سر الدين، لأنها جوهر الدين، لأنها هي الدين، لأنها سر وجودك في الأرض. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لو شاهدت عيناك
من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهلا وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. هل أقم الصلاة لذكرك واسجد واقترب ولذكر الله أكبر. أنا في حيرة بالغة، هذا موضوع المواضيع، هذا هو الدين كله، أن تكون لك صلة بالله حسنة. لذلك كلما ارتقى إيمانك امتلكت ما يسمى بميزان دقيق. لو أنك تكلمت كلمة فيها استعلاء لشعرت بالبعد عن الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الكامل لا يقرب إلا الكامل. هل أنت على مستوى من الإيمان لا تستطيع أن تجالس إنسان بذيء اللسان، لا يمكن أن تجلس معه. أنت على مستوى من إيمان لا يمكن أن تجالس إنسان خائن، إنسان عنده فحش في القول. فالموضوع الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الوحيدة في الكون، وكل الكون يستمد وجوده من الله عز وجل، يستمد خصائصه صفاته من الله. ليس في الكون إلا الله، هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. في الكون إذن حقيقتان، الله عز وجل هو كل شيء والاتصال به كل شيء. أبدا، الله عز وجل هو كل شيء لأن كل شيء يحتاجه في كل شيء، لأنه لا وجود لشيء من دونه، لأن قيام كل شيء به. فأول فكرة، الله هو الحقيقة الأولى والأخيرة الوحيدة، والاتصال به هو جوهر الدين. نحن صائمون من أجل أن نتصل به، نصلي من أجل أن نتصل به، نحج البيت الحرام، ندفع عشرات الأمور، ندع أولادنا وأهلنا وأعمالنا ونذهب إلى بلاد حارة حيث الازدحام، من أجل أن نشعر أننا فعلنا شيئا من أجله، حتى نقبل عليه، حتى نتصل به، حتى نسعد بهذا الاتصال. هذا مقام الاتصال بالله عز وجل. فأنا بعتقد أن المؤمن بعد حين من إيمانه بعد فترة يملك ميزان دقيق، أي عمل يقربه من الله يفعله، وأي عمل يبعده عنه يدعه، وميزانه نفسه. القصة التي إذا حدثت الناس بها شعرت بانقباض وشعرت بحجاب بينك وبين الله، هي معصية معناها. كلما شفت نفسك أصبحت نفسك ميزانا، وكلما بعد الإنسان عن الله عز وجل أصبح ميزانه غير دقيق. لذلك المؤمن ذنبه كجبل جاثم على صدره، بينما الكافر ذنبه كالذبابة المناسبة.